دكتور اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 15 سنة وفظيع، ما بسمعش الكلام وبعمل غلطات كتير، وحاولت معاه يعني اعامله بالحسنى كتير، ما نفعش، ضربته وهنته ما نفعش، بعمل مشاكل كتير ومش عارفة اعمل معاه ايه. مستواه في الدراسة عامل ايه يا مدام؟ مستواه في الدراسة مش حابب المدرسة خالص، يعني لتالتة إعدادي، وبعد كده حاولت معاه أوديه الصنايع، معهوش راضي كمان ورافض أي حاجة. طيب بيتحكم في البول ولا بيدور على نفسه؟ لا بتحكم فيه. بيشرب سجاير؟ أيوه بيدخن؟ أيوه أبوه بيدخن ولا بيدخنش؟ لا ما عندناش حد في البيت خالص. بيصلي ولا بيصليش؟ لا ما بيصليش. طب الفترات اللي قبل السنه دي وقبل تاني اعدادي واولى اعدادي كان مستواه كويس في الدراسه ولا كان وحش؟ لا بسيط يعني، ما عادي ينجح كده، ما بيذاكرش يعني، يكتب الواجب وخلاص. هو يعني لغاية سنة ستة كان كويس، ثالثة إعدادي وأولى إعدادي وثانية إعدادي دول ما كانش كويس فيهم خالص. طيب بيتخانق مع ابوه باستمرار؟ يعني بيمسك بيتخانق مع ابوه باستمرار؟ بيحصل هو شجار بينهم؟ أيوة بيحصل على طول الكلام، بس بيبقى منه هو اللي مستفز، مع أبوه أو مع أخوه. طيب ماشي. في اي استفسار تاني يا فندم؟ بنشكر الاخ اللي بتاع الاستاذ سناء ده، ابنها 15 سنه، مرحله مراهقه اكيد، زي ما اتكلمنا قلت بيتمرد على مصادر السلطه، بيتخانق مع ابوه، بيتخانق مع امه، تلاقيه مع اصحابه كويس جدا. انا بنصحه بقى في حاجه، ان يكون حد هو قريب منه من الاسره، مش لازم الاب والام، يقعد معاه ويتكلم معاه، بس لازم برضه تعتمد على اخصائي، طبعا اخصائي نفسيه ولا حاجه، يقعد طبعا معاه يشوف ايه اللي جواه، يعني انت بتعمل كده ليه؟ انت هدفك ايه في الحياه؟ والدك بتشتغل ايه؟ والدتك بتشتغل ايه؟ اقرانك بيشتغلوا ايه؟ ولاد اخوه، ولاد عمك، ولاد خيالك، عشان برضو يحس ان ايه، ان هو انت يعني لو عملت حاجه غلط هيبقى منظرك قدام هذه الاسره مفيش يعني خالص، يعني ايه هيبقى، يعني انت مالكش هدف بقى. الواحد يبقى ابوه دكتور والولد يطلع مش كويس، واخد بال حضرتك؟ فلازم حد يقعد معاه ويتكلم معاه، وده عايز جلسات تعديل سلوك وتنميه مهاراته وقدراته والثقه بالنفس. ليه؟ تعديل السلوك، السلوكات اللي هو بيعملها، اللي بيقول لك بيدخن. وانا برضو بقول حته التدخين، مرحله المراهقه دي يا جماعه، يعني ليه الولد مرتبط ان السيجاره هي اللي هيبقى راجل؟ مرتبطه بالرجوله. بالرجوله، لا بالعكس خالص، السيجاره مش مرتبطه بالرجوله. صحيح. السيجاره مرتبطه بالتعب والامراض والعصبيه والكلام ده كله. نعم صحيح. فلازم يتعرض على حد يشوفه، يعمل له جلسات تنميه مهارات وتعديل سلوك وثقه بالنفس كمان. نعم.